هنرجع بقى عشان الأطفال الحلوين هيعترضوا على شكل الرنجة. إيه رأيكم النهاردة معايا شرايح من الرنجة تقدري تشتريها من عند الراجل الفسخاني أو بتاع الرنجة بالشكل ده كده؟ هعلمك ازاي تعملها كريسبي، تاكلها كده زي التشيكن كريسبي اللطيفه لطيفه او زي الناكدز، حلوه هتعجبك قوي على فكره. جربيها واعمليها لاولادك، حبيبهم في الرنجه. الرنجه يعني اوميجا 3، الرنجه يعني مغنيسيوم، يعني كالسيوم، يعني معادن. الرنجه مفيده جدا وسمكه لطيفه وجميله، وانا شخصيا من عشاق الرنجه. تحب الفسيخ يا شيف؟ لا احبه ولا احب اشتريه ولا احب اشتغل فيه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتركية جديدة وحقوق الطبع لدينا وبس. بمناسبة عيد الفطر المبارك، الشيف المغازي بيهدي الأطفال الحلوين والمشاهدين واللي تابعونا من خلال شاشة القناة الأولى للبرنامج بتاعنا، إزاي نعمل رنجة كريسبي مقلية. دي حاجة جديدة بس الأول مرة. هل يا رب التوبنج بتاع الرنجة هيمسك فيها وإحنا بنقليها في الزيت؟ هل يا ربي الرنجة دي هتطلع كريسبي كده ولطيفة؟ هل يا رب هتبقى زفرة؟ ما تيجوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. شرايح من الرنجة، معانا معلقتين من الطحينة، مش هنحط ملح، بيضة، شوية نشا، شوية بابريكا، فص توم. تاني المقادير انا هعملها مع بعض اهو، مش هتاخد مني وقت. ادي البولة اللي احنا هنشتغل فيها، هناخد بالظبط كده معلقة طحينة واحدة. ليه طحينة يا شيف؟ خليكي معايا للآخر وتشوف النتيجة. دي معلقة طحينة اهي بس خلاص. حلو، واخليها كده زي الفل. وهحط عليها يا عم الشيف شوية عصير ليمون، الله عليك وعلى والديك. ادي عصير الليمون، حلو، ومعانا معلقتين من النشا. اللهم صل على النبي. واحد اتنين، لغاية كده زي الفل. تمام، فص توم ني، الله على والديك، سنة شبت صغيرة، حلوة بس. وهنعمل ايه يا عم الشيف؟ بيضة في المقادير، خلص الكلام. نقلب دول كلهم مع بعض، لازم تعمليها النهاردة واسمعي كلامي. نقلب البيضة مع النشا مع عصير الليمون، بيضة، نشا، عصير ليمون، ومعلقة طحينة. التركاية هنا معلقة طحينة، علل ولماذا؟ ليه الطحينة مع النشا والبيض؟ ده مزيج ثلاثي قوامه غليظ لكي تتماسك الخليط والتوبنج في لحم الرنجة. زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد الرنجة بتاعتنا الحلوة دي كده بالسكينة ونقطع الواحدة على اتنين. حلوه اهو، طبعا انا عصرت عليها ليمونه وبرتقانه على الرنجه. حلوه اهو. وانت بتاكليها بقى ما تقوليش لاولادك ان انت عامله رنجه مقليه. سمع هوس كده يا اولاد، انا عامله لكم النهارده حاجه مقليه كده من اللي انتوا بتحبوها. الشاطر منكم اللي يقول لي ايه دي بعد ما ياكل، واللي هيقول هياخد مصروف زياده. حلو الكلام. هناخد الرنجه دي كده نحط عليها شوية دقيق بالشكل ده كده، ونحطها في الخلطة دي كده. تاني اهو، تاني اهو، الشطارة هنا اهو، تاني اهو، هنا تاني اهو. الله، عندك زيت شديد الحرارة بيسخن. الزيت اللي هتحمري فيه الرنجة دي نصيحة مني، ما تحمريش فيه حاجة بعد كده غير سمك. اوعي يجي على بالك تحمري بلح الشام، هتقولي لي خلاص بلح الشام ايامه راحت، ولا زلابيا ولا اي حلويات ولا بطاطس مقليه حتى. ليه يا شيف؟ لان سمكه الرنجه في قلب الزيت زفره، خلي بالك. هي بتدي زيت زفر بس انت ما بتحسيش بالموضوع ده، خلي بالك. فما ينفعش انك تحمري في الزيت بتاع سمك الرنجه او الماكريل اي حاجه تانية خالص. هناخد البقسماط بتاعنا وناخد الخلطه دي بالراحه كده، الله عليك، الله عليك وعلى والديك. ويطلع من الخلطه دي يا عم الشيف ينزل هنا. الله، اول مره اشوف الرنجه الشيف يتعامل معاكي من حبك ليها. اكلها سلطه، اكلها في كب كيك زي المافن كده، تتحط مع شبت وبقدونس وكزبره وتتحط في قوالب الكب كيك. حلو، اكلها تورتايه مع خضره لطيفه جميله.
اكلها مع الطحينه، اكلها مع سلطه خضراء، اعملها مع رز زيها زي السمك عادي، زي الرنجه. طالما بتحبيها تتعدد المواهب في طريقه اعدادها. كده انا خلصت الخلطه زي الفل. عندي الزيت درجه حرارته 180، ناخد الرنجه ونروح عند الزيت. اللهم صل على النبي. واحنا واقفين مع بعض هنا كده، اخبار الزيت سخن ولا لسه؟ ما تزعلنيش، هو ده زي الفل اهو مع بعض. نعم ممكن، بيقول لي ممكن بدل رقائق الذره دي كده نحطها ببقسماط عادي. ممكن، بس انا حبيت احطها في دقيق الذره ده كده تبقى كريسب شويه ومقرمشه. بس ايه، لو ما عندكيش ده حطيها في ايه، في دقيق في البقسماط العادي اللي هي فتات الخبز. بص على الحلاوه بالله عليك، وصلى على الحبيب قلبك يطيب. شوف الاختراع، شوف الاختراع، وشوف التركايه، وشوف الفن الطهوي اهو زي الفل مع بعض اهو. انتوا عارفين بقى النهارده العيد، الواحد بتقل في الكحك وشارب القهوه بتاعته. حلو زي الفل. يلا حمر بقى الكميه اللي انت حباها انت والاولاد. وحاجه جديده بس نصيحه مني، ما تقولوش لضيوفك وللاولاد ان دي رنجه غير لما ياكلوا ويستطعموها. تاني الخليط بتاع الرنجه، نطلع بمقادير الرنجه تاني معلش. تاني معلقه طحينه، بيضه، سنه شبت صغيره، فص توم ني، عصره ليمون، برتقانه مهمه جدا. يلا 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 يلا، هو ده حاجه جديده. لا ما ينفعش الفسيخ، ما ينفعش كده خالص. ولا بحبه ولا احب اشتغل فيه، يعني خلي بقى ولا مره في حياتي كلته. احب اشتغل فيه وافسخ لك احلى فسيخ يا غالي وكل حاجه، انا مش بيغلى معايا اي حاجه، ولكن ما احبش اشتغله. وسلطة الرنجه جميله. سلطة الرنجه بالخضار، بصل اخضر، جميله. حبيبي يا فاروق. تاني 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 تاني، بص على الحلاوه بالله عليك. ثابت، لا فكت، لا مش بنهزر احنا، هو ده اهو. اللهم صل على النبي. يلا يلا حلوه، يلا هو ده. اوعي تجيبي معلقه وتقلبي هنا خالص زي ما انا شغال كده. دي بقى الموزه، الموزه بتاعت الرنجه اهي. هام 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 هام، فين فين؟ هنا اهو زي الفل. نشيل ده من هنا خلاص. كده الرنجه في الفرن والرنجه في الزيت، عملناها مشويه، عملناها مقليه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وحضراتكم بتتابعونا على شاشه القناه الاولى، عايزين تشوفوا الرنجه بقت كريسب ازاي. انا هخبطها فيها، بص فيها، بص سامع الصوت دي؟ ايه ده يا شيف؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ده ولادها يحبوها طبعا عشان انت عاملاها. تدوق؟ حاضر. نخلص يا غالي وكلنا هنفطر مع بعض رنجه مقليه. الف انا وشفا. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ اول مره اشوفها كده. عشان لما نقول حقوق الطبع لدينا وبس، مش من فراغ، خبره السنين. زي الفل، دي عداله. اي عود خاص بلدي كده، ورقتين خاص بلدي زي الفل. جردش. هنعمل مع بعض دلوقتي شويه سمك فيليه للي هم مش غاويين رنجه. ومهما نتكلم على الرنجه ومهما نغني على الرنجه، هيقول لك يا عم انا مش بحب الرنجه، وانت هتحببها لي بالعافيه؟ رنجه يعني سمكه مدخنه وزفره ورخيصه. يا عم رخيصه بس غنيه، قيمتها الغذائيه عاليه جدا. فانا هعمل لك النهارده يا غالي البيكاتا. يلا روح على ايطاليا واحنا قاعدين في مصر ام الدنيا كده وبنعيد على بعضينا، مفيش مشكله لما نخش على المطابخ العالميه، لان معانا شيف شاطر ودمه خفيف. هنعمل البيكاتا بالليمون صوص. ليمون صوص يعني ليمون مستردة، عصير زبده، سوري زبده وليمون ومستردة، ومعلقتين دقيق. والسمك الفيليه بتاعنا قشر بياض، ما لقيتيش قشر بياض هاتي فيليه بولطي اللي موجود، هيطلع معاك زي الفل. المقادير على الشاشه، ومش هياخد مننا وقت كتير. نشوف نعمله مع بعض ازاي.